جمهورية مصر العربية أمامكم حفل استصدار الرأي الاستشاري الذي قدمته جمعية العمل الأمم المتحدة الذي طلبته منكم الجمعية العمل الأمم المتحدة، وذلك بعد عقود من الاحتلال والتشريد والتمييز العنصري والعنف الممنهج والمعاناة البشرية التي يواجهها شعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي. إن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا غزة مستمرة، إذ استشهد 29 ألف فلسطيني حتى الآن وهرب أكثر وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي. إسرائيل وبشكل متعمد وبشكل مستمر تعمل على خلق ظروف حياتية مستحيلة في قطاع غزة، إذ أنها تفرض الحصار وتفرض سياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وإذا ما وصلت تمنع توزيعها من خلال القيود وأعمال القصف المستمرة، والآن تخطط لاقتحام رفح التي يوجد فيها أكثر من 1,300,000 فلسطيني، إذ أن إسرائيل مستمرة في هذه السياسات التشريدية والتهريجية بحق الشعب الفلسطيني، ويفشل مجلس الأمن الدولي في المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية، ويتضح بأن إسرائيل تستمر في هذه الممارسات وفي الضفة الغربية، إذ أنها تفرض قيود على الحركة وتقوم بأعمال اقتحامات وتهدم منازل الفلسطينيين وتسمح للمستوطنين باستخدام العنف ضد المواطنين الفلسطينيين، وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير والبناء التحتية الخاصة في هذا ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول. إن هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، هذا الانتهاك الذي يهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وجعل هذا الاحتلال غير القانوني الدائم. إنه من الصادم وفي هذه اللحظات الحرجة أن بعض الدول وبدل من أن تمارس مسؤولياتها من أجل إنفاذ قانون الأمم المتحدة وتشجيع الرأي الاستشاري لها رسالة مختلفة، إذ بدلا من التركيز على احترام القانون الدولي. السيد الرئيس، في هذا البيان سأركز على 4 نقاط، وأما النقطة الأولى فهي ولاية واختصاص المحكمة الموقرة والإطار القانوني في معالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد والانتكاس من حقوق الشعب الفلسطيني فعل هذا الاحتلال، بالإضافة إلى استخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان. أولا سأبدأ بموضوع الاختصاص والولاية، إذا أنا دول أعضاء بعض دول الأعضاء تعارضكم في استخدام الولاية والاختصاص في القضية المطروحة أمامكم، ويحاولون القول بأن قراركم سيؤثر على المفاوضات السلام بين أطراف الصراع، ولكن هذه القضية غير مقنعة ونعارضها، ولا بد من النظر في الطلب الذي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على التفويض الممنوح لها على أساس الميثاق الناظم للأمم المتحدة وكذلك المبادئ الدولية. إن هناك أكثر من رئيس شاري صدر عن محكمتكم بشأن مواضيع الأسلحة النووية ومسائل أخرى، وبالتالي الولاية والاختصاص متوفرة، خاصة بأن هناك حاجة لممارسة مثل هذا الاختصاص هذا اليوم. الجمعية العامة للأمم المتحدة رجعت إليكم بهذه المسائل القانونية والتي تتطلب استجابات قانونية وذلك ممارسة لصلاحياتكم، وأستذكر هنا بأن هذه المحكمة أصدرت قراراً
بناء على مسؤوليتها اتجاه القضية الفلسطينية، إذ أن الأمم المتحدة مسؤولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل لهذه القضية. وفي هذا السياق أصدرتم حول جدار الفصل العنصري رأيا استشاريا، ولم يضر ذلك بأي جانب من الجوانب التي تساعد في الوصول إلى حل هذا الصراع. وهذا القرار صدر عنكم ولكن لم يكن هناك تفعيل له على الأرض، كما أن هناك عناصر أخرى يمكن استحضارها لإيضاح اختصاص المحكمة في إصدار رأي الاستشاري حول هذه القضية بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طالبت محكمتكم بلعب بدورها تجاه القضية الفلسطينية في هذه اللحظات الحرجة، وذلك من أجل تشجيع حل السلام في الوقت الذي يختفي فيه أفق السلام. إن ممارسة الولاية في هذا المجال مهم جدا للكثير من الأسباب القاطعة وفق نظرة الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن منطقة الشرق الأوسط يرنو للسلام والاستقرار، السلام الدائم والشامل والعادل بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس المبادئ الدولية، والتي بمقتضاها يتم قيام الدولة الفلسطينية على الحدود ما قبل 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، إذ أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض. النقطة الأخرى وما يتعلق في الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إذ تستمر إسرائيل في احتلالها لفترة زمنية طويلة بدأتها منذ عام 67. القضاء الموقرون إن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في التاريخ الحديث البشرية وفرض الوقائع على الأرض من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال. إذا إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفرض الحقائق على الأرض وتفتيت الأراضي الفلسطينية والعمل على شرذمتها في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومثلي دولة فلسطين أوضحوا أمام هذه المحكمة بأن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية، حيث عملت على نقل المواطنين المدنيين الإسرائيليين أي المستوطنين لا يعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن، مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية. وهذه عملية ضم على أساس الأرض الواقع في انتهاك في تنفيذ واضح للتشريعات والقوانين التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي. وهناك دول قليلة جدا من يدافع عن السياسات الإسرائيلية، وأن هذه الأعمال غير شرعية وغير قانونية وتمارس على أساس الاحتلال، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي احتلال غير قانوني وغير شرعي وفق قرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي، ولم يكن أي قرار عن الأمم المتحدة سوى ذلك. إن مصر تقدم مقترحها وترى بأن الاحتلال والأمر الواقع غير قانوني وغير شرعي وخطير جدا، وكما أوضح المشاركون في هذه الجلسة بأن هذا الاحتلال فيه انتهاك للميثاق الدولي، إذ أن إسرائيل في احتلالها الممتد يقوم على أنظمة غير قانونية وتطبيق لتلك القوانين بشكل مستمر
مستمر، والمحكمة صنفت بأن الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أمر محظور، وأن مبدأ تقرير المصير أيضا هو واحد من معايير القانون الدولي الواضح والقاطع، والذي لا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف. وأيضا هناك حذر واضح للفصل العنصري ولمحاولة إخضاع شعب آخر لسيادة دولة أخرى. إن هذه السياسات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يتم مراجعتها وتقييمها. وفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، فإن الدولة المحتلة يحظر عليها تغيير الوضع القائم في الأراضي التي تحتلها، وتمنع من ضم أي جزء من تلك الأراضي، ويكون لها صلاحيات في القيام ببعض الأحداث أو الأعمال وفق الاحتياجات التي قيدها وحددها القانون الدولي، ولا يمكن لها أن تتمدد في الأرض التي تحتلها. أيضا إن الاحتلال المعادي يكون أولا مقيد بالقانون على أساس أنه احتلال مؤقت، وأنه لا يمكن أن يمارس السيادة على الأرض الواقعة تحت احتلاله أو تغيير نظام تلك الأراضي أو إخراجها عما هي عليه بفعل الاحتلال. إن قوة الاحتلال هي بمثابة إدارة أمر واقع تحاول فرض سيطرتها على سكان الأرض المحتلة، والعمل معهم بشكل منفصل وضمن مؤسسات منفصلة عن تلك الموجودة في الدولة التي تقوم فيها الاحتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي فيها تحديد وتعريف واضح لمفهوم الاحتلال. إن تغيير معالم الأراضي المحتلة على المستوى الجغرافي والمستوى الديمغرافي أصبح أمر مفهوم، أصبح أمر واضح في الأراضي الفلسطينية. تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم، وتعمل في نفس الوقت على القدوم بالمستوطنين الإسرائيليين للعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفق ملاحظات الأمم المتحدة في 58 وفي اتفاق باريس، حذرت نقل المدنيين من الأراضي التي تقوم بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، سواء لأسباب إثنية أو عرقية أو لأسباب استعمارية. وكما يتضح في بيان أو في المرافعة الفلسطينية، فهناك دليل واضح بأن إسرائيل تريد دعم المستوطنات والبقاء عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأبد، وتغيير المعالم الديموغرافية في تلك الأراضي، وأيضا ممارسة السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي. ويتضح ذلك من خلال تشريد المواطنين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم، وتحديدا في قطاع غزة، إذ هناك أوامر إسرائيلية بالإخلاء بالقوة لسكان الفلسطينيين في خلاف واضح للقانون الدولي، لأن ما تكون فيه هو بمثابة تطهير عرقي. ويجب أن نؤكد هنا بأن المادة 49 لا تمنع فقط ترحيل السكان، بل أيضا تؤكد وأقتبس هنا بأن أي إجراءات تقوم بها الدولة القائمة بالاحتلال من أجل أن تنظم أو من أجل أن تشجع ترحيل جزء أو كل من سكانها إلى الأرض التي تحتلها أمر مرفوض. وهناك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية وعملية الضم والإجراءات التي تقوم فيها إسرائيل لتغيير شخص ووضع مدينة القدس الشريف،
يعتبر القانون الدولي هذه الإجراءات بأنها انتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة، وتطلب من إسرائيل بالامتناع عن مثل هذه الممارسات. ومجلس الأمن الدولي أصدر قرار 298 والذي وضح وأقتبس هنا بأن كل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تخذها إسرائيل من شأن تغيير وضع القدس الشريف بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان أو ترحيل السكان وهي غير قانونية ولا يمكن أن تكون سارية. وفي نفس الوقت فيما يتعلق في القدس وفي 89 كان هناك قرار يوضح بطلان أي تشريع أو قانون تصدير إسرائيل لتغيير الوضع في مدينة القدس الشريف. وكان هناك قرار في عام 2016 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا ما صدر في جنيف يحضر كل هذه الإجراءات. إن الاحتلال الإسرائيلي الممتد وسياسة الاستيطان التي تنتهجها بناء على القوانين الاحتلالية التي أوجدتها إنما يهدف إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وتحديدا من مدينة القدس، والعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي من خلال المستويين القانوني وفرض الأمر الواقع. والاحتلال الإسرائيلي وهو ما يكون في عملية ضم غير شرعي وهو عمل استعماري بطبيعته. السيد الرئيس، المبدأ القانوني الآخر فيما يتعلق بشرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي المادة 42 ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، والأغلبية دول العالم قدمت مرافعاتها وقالت بأن إسرائيل ومحاولتها تخليد وتأبيد احتلالها الأراضي الفلسطينية إنما هو انتهاك القانون الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة. إن حرمان الشعب الفلسطيني ممارسة حقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على ضمها إلى إسرائيل إنما هو جريمة حرب، كما لا يوجد أي أساس في القانون الدولي لمثل هذه الإجراءات. إن إثارة هذه القضية أمام المحكمة إنما يذكرنا بأهمية القانون الدولي والذي يحظر استعمار الأرض الآخرين وتجريد الشعوب المستعمرة من حقوقها. وهذا ما تفعله إسرائيل منذ عام 1967 وتحاول تبرير ذلك من خلال اللعب على مبدأ الدفاع عن النفس، إذ أن إسرائيل تستخدم هذا الحق منذ عام 67 رغم أن ما تكون فيه هو ليس دفاع وإنما هو عدوان على الأراضي الفلسطينية. إن هذا الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون متسق ومنسجم مع القانون الدولي، وما يستخدمه من قوة غير متناسبة بحق المواطنين الأصليين ودليل على ذلك. وإسرائيل ليس لها الحق بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية باستخدام القوة إذ لا يوجد شرعية في ذلك. وحسب قرار مجلس الأمن الدولي 242 وهو واضح جدا وينص على أنه لا يمكن للدولة أن تحتل أراضي دولة أخرى بالقوة، وهذا ما ينطبق على الصراع وعلى الاحتلال الإسرائيلي. وإذا ذهبنا إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا مادة 32 في يوجد نص حول موضوع الاستيلاء على أرض الآخرين في القوة، وهناك أكثر من قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي في ذلك وتحديدا 471 الذي أوضح ونص
على أن هناك ضرورة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية. ومن وجهة النظر المصرية فإن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أراضي محتلة ولا يمكن أن يكون الاحتلال الإسرائيلي الممتد الشرعي لها، وإن الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل لتغيير شخصية هذه الأراضي أيضا غير شرعي ومحظور وفق المادة في القانون الدولي التي تنص على عدم شرعية استيلاء دولة على أرض الغير بالقوة. أعضاء المحكمة الموقرون إن المبدأ القانوني الثالث المتعلق بالممارسات الإسرائيلية هو انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إذ أن مصر قدمت ورقتها وفيها توضيح كيف إسرائيل تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، ولا يوجد نقاش في ذلك، إذ أن ميثاق الأمم المتحدة وعهد حقوق الإنسان السياسي والمدني يوضح ضرورة احترام هذا الحق. وإذا ما ذهبنا إلى قرار المحكمة في موضوع استيمور كسابقة نرى النص الواضح حول أهمية حماية الحق في تقرير المصير، وهذه المحكمة أكدت في قرار الاستشارة المتعلق في الجدار انطباقية هذه المادة على الحالة الفلسطينية. السيد الرئيس إن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية ككل لا يتوافق والميثاق والقانون الدولي، وبداية للأسباب التالية: أولاً، يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيرهم السياسي وإقامة سيادتهم على أرضهم. أيضاً يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي ذلك انتهاك للقانون الدولي، إذ أن إسرائيل تمنع المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى المسجد الأقصى والكنائس في مدينة القدس، وتحرم الشعب الفلسطيني من الحقوق الطبيعية وتمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية والداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يؤدي إلى شلل في الحالة الاقتصادية الفلسطينية والتغيير في الطابع الجغرافي لفلسطين. النقطة الثالثة: العمل على تقطيع وفصل الأراضي الفلسطينية من خلال السياسة الاستيطانية وكذلك الجدار، وفرض الأمر الواقع الذي يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي الذي ينص على أهمية التواصل الجغرافي لأراضي أي دولة. وفي هذه الحالة نتحدث عن الضفة الغربية وقطاع غزة وميدانة القدس الشرقية، إذ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي انسحبت عام 2005 من قطاع غزة استمرت في السيطرة على القطاع من خلال حصار ومن خلال السيطرة الجوية ومن خلال البحر والحدود، وبقي الشعب الفلسطيني محاصر. كما إسرائيل تقتطع من أموال الضريبة الفلسطينية، وأيضا إسرائيل تستمر في ممارسة سلطاتها على الأراضي المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة التي ننظر إليها على أنها وطن واحد. إذا ما أشرنا إلى قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من أراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وأرض الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لا بد من أن يكون هناك شجب وإدانة لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتحديدا الحق في تقرير المصير. هذا الانتهاك الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي الممتد وعملية الدمار الشاملة التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وتعيد غزة إلى العصور الوسطى، ما يوضح مدى خطورة هذا الاحتلال ومدى انتهاكه المبادئ الدولية. إن الاحتلال الإسرائيلي الممتد هو غير شرعي وغير قانوني بحد ذاته، و
يجب أن يكون هناك بشكل عاجل دعوة لإسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ودون شرط. والمبدأ الرابع الذي يجب النظر إلى إسرائيل على أساسه هو التمييز العنصري وعملية الفصل وعملية الإخضاع التي تمارسها بحق المواطنين الفلسطينيين، إذ أنه يوجد تمييز عنصري مؤسس في الأراضي الفلسطينية، وهناك تمييز واضح بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهناك الأوامر العسكرية والنظام العسكري الذي تفرضه على الفلسطينيين في الضفة الغربية دون المستوطنين الذين يسكنون المستوطنات. هناك ما يوضح التمييز العنصري، كما أن إسرائيل تعمل على ممارسة الاعتقال الإداري بانتهاك واضح للعدالة. إن ما تكون في إسرائيل هو جريمة بحق الإنسانية ولا يمكن أن ينسجم ذلك وأي من بنود وعناصر حقوق الإنسان في هذا العصر. على إسرائيل أن تلغي كافة القوانين والتشريعات العنصرية التي أوجدتها من أجل مأسسة التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وأن تتوقف عن كافة الممارسات والسياسات التمييزية بحق الشعب الفلسطيني. وموضوع الدفاع عن النفس الذي تستخدمه إسرائيل كمبرر لا يمكن أن يكون مبرر لاحتلالها الطويل والممتد، إذ لا يمكن للدولة المحتلة أن تستخدم القوة ضد الشعب الذي يعيش تحت سيطرتها وتحت احتلالها. وإسرائيل كدولة محتلة مسؤولة عن توفير السلامة للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذين يعيشون تحت سيطرتها، وهناك في القانون الدولي مواد توضح بأنه لا علاقة بين الدفاع عن النفس وتمارسه إسرائيل على الأرض، إذ أن ما يمارس ويمارس بحق الشعب الذي يعيش تحت احتلالها وليس ضد شعب يعيش في دولة أخرى أو في دولة منفصلة. ولابد من النظر إلى هذه النقطة القانونية خلال نظركم في المسألة المقدمة أمامكم. إن هناك قيود على الاستخدامات العسكرية وفق القانون الدولي، ويجب النظر إلى هذه القيود والرجوع إلى القانون الإنساني الدولي والبنود المتعلقة بالضرورات العسكرية، والتي تشترط بأن تكون محدودة وتكون مقيدة، بالإضافة إلى عدم السماح للدولة المحتلة بنقل سكانها إلى الأراضي التي تقع تحت سيطرتها بموجب الاحتلال، كما تفعل إسرائيل هذه الأيام كقوة محتلة. ووفق البديهيات القانونية يجب أن لا يسمح للدولة المحتلة بالاستفادة من احتلالها لأرض الأخيرة، وبالتالي إسرائيل تحاول تبرير ما تفعله باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس الذي تستخدمه من أجل انتهاك القانون الدولي. القضاء الموكرون، إلى متى سيبقى الشعب الفلسطيني ينتظر قبل أن يتحقق حلمه في حقه وفي تحقيق طموحاته؟ إلى متى ستبقى الأمم المتحدة مستمرة في إدارة الآثار الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي دون معالجة جذور المشكلة؟ إن التاريخ سيحاكمنا على استجابتنا لهذا الوضع، وقدمنا هذه الورقة إلى المحكمة لنؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي إنما هو انتهاك للقانون الدولي، وذلك وبالتالي يجب منع الاستيلاء على الأرض بالقوة، ومنع انتهاك الحق في تقرير المصير، ومنع أيضا التمييز العنصري، ومنع نظام الفصل
الإذعان. النقطة الأخرى، إسرائيل كدولة محتلة يجب أن تدفع التعويضات اللازمة لكل الذين تضرروا من احتلالها وإجراءاتها على المستوى الفردي والمستوى الجماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تمارس السياسات والإجراءات غير القانونية. أيضا على كل الدول العالم، دول العالم مسؤولة عن عدم دعم الواقع الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلية والهادف إلى تمديد احتلالها عبر المستوطنات وعملية الضم، والدول مسؤولة أيضا عن التوقف عن مساعدة دولة الاحتلال بما يؤدي إلى تمديد هذا الاحتلال. لا يمكن أن يتحقق السلام ولا الاستقرار ولا الأمن ولا الازدهار في الشرق الأوسط دون أن يكون هناك عدالة من أجل الشعب الفلسطيني. شكرا. Without upholding justice and the rule of law for the Palestinian people. I thank you.